عبر الهاتف التقني منصور العجمي. أهلا وسهلا فيك منصور. يا هلا والله، يا مرحبا. منصور، لو تقول لي بداية أسباب الهجمات التهكيرية الحاصلة على الواتساب. في كثير من المشاكل إنه بخصوص التهكير على الواتساب، من ضمنها أن الشخص اللي يحاول يدخل على الواتساب أو أنه يحاول يحكر الواتساب أنه يأخذ معلومات شخصية من نفسه، من نفس الشخص الضحية بشكل عام. نعم، يعني كثير منا تلقى في ناس يرسلوا معلومات خاصة فيهم عن طريق الرسائل الواتساب. أحيانا منا بعض الناس تلقى مثلا يرسل رقم بطاقة الفيزا فرضا، صور شخصية، صور الأهل. فالشخص اللي يحاول يهكر الواتساب بشكل عام يحاول ياخذ المعلومات هذه. طب لو توضح لنا كيف يكون التهكير عن طريق الواتساب، يعني كيف ممكن مثلا احد يرسل قصدك لينك حاجة زي كذا وانا دخلت فتحت هذا اللينك، كيف ممكن هو يقدر يهكر الجهاز؟ هو التهكير مو بالسهولة يحصل، بس انه زي ما قلت احيانا ممكن عن طريق روابط. الرابط هذا انك مثلا تصير رابط مشبوه فيه او غير معروف، فيقدر يدخل عن طريق جهازك الشخصي. يعني مثلا ضغط رابط في مكتوب نعم او لا، تضغط نعم فرضا. النعم هذه مثلا تعطي الشخص الهاكر او حد تعطي صلاحيه انه يدخل اشياء جوا الجهاز نفسه. ولو سويت لا؟ سويت لا تجي نفس بعد الخيار، بس انه زي ما تقول محطوط خدعه بشكل عام. تمام، ضغطي لا مثلا هو نفس الخيار، بس انه حاطين يس اور نو او نعم او لا. طيب استاذ منصور، يا ريت لو تشرح للناس، يعني يمكن ما يعرفوا ايش يعني تفعيل خاصيه التحقق بخطوتين، يعني ايش ذا الكلام؟ التحقق بخطوتين يعني انه في طريقتين انك تدخل عن طريق الجهاز. يعني مثلا الخطوه الاولى انه عن طريق الايميل فرضا. ايوه، مثلا الواتساب ممكن عن طريق الجوال. ثم يرسل لك رساله ثانيه انه فيها الرقم السري انك عشان تدخل عن الجهاز. طب وهذه يعني كفيله يعني بحمايه الواتساب بشكل كامل؟ في العاده نعم، لانه اي شخص مثلا بطريقه معينه اذا عنده رقم جوالك يحاول يدخل جهازك، ما راح يقدر الا اذا كان عنده رقم الجوال نفسه. يعني لو عنده انه مثلا انت جيت تفتحين حساب على الواتساب ما كان رقم الجوال دخلتي، يعطيك الخطوه الثانيه انه يرسل لك رساله على جوالك انه لازم تدخل رقم السري على هذا الجهاز عشان تفتح مثلا حسابك على الواتساب. هذه الخطوة الثانية هي اللي نتكلم عنها. معناها أنه الرقم هذا عندك وما تقدر تستخدمه. ففي العادة هذه كفيلة أنها تحمي الشخص أنه ما أحد يقدر مثلا ياخذ حسابه حق زي كذا، إلا لا سمح الله مثلا الجهاز نفسه انسرق. أيوه. والشخص اللي سرق الجهاز مثلا عنده طريقة أنه معه مثلا الرقم فيقدر يدخل على الواتساب من طريقها. إذا فهمت من كلامك يا أستاذ منصور إنه التهكير ما بيكون بسبب ثغرة في نفس تطبيق الواتساب، إنما بسبب يعني رسائل ممكن تجينا، صحيح؟ كثير من الأحيان هي رسائل، يعني أحيانا تشوف تجينا رسائل من أصحابنا، أحيانا تجينا أي شيء زي كذا، فإحنا ننتبه لموضوع الرسائل هذه. تمام. لأنه في العادة عبارة عن رسائل، رسالة تفتح لك صفحة على المتصفح. نعم. هنا عن طريق هو اللي يدخل طريق الجهاز. طيب إذا إيش في؟ تفضل. إحنا ننتبه لموضوع هذه الرسائل، لأنه أحيانا تكون رسالة تقول كأنها صفحة جوجل حق زي كذا، بس إنها عبارة عن شكل، يعني إنه أصل رسالة من مثلا صفحة جوجل، بس إنها مكتوبة بطريقة إنها كأنها مثلا مأخوذة من بحث في جوجل أو شيء زي كذا. تمام، طيب ايش في نصائح ممكن تقدمها لمستخدمي الواتساب حتى يتفادوا هذه الاختراقات او يحموا نفسهم؟ ينتبهون، اهم شيء انهم ينتبهون من نوعيه الرساله توصل لهم. مثلا احيانا توصلك رساله مشبوهه الا انت ما انت متاكد من مصدر او مرسل الرساله، فهذا تفادى انك تفتحها بشكل عام. يعني جاتك رساله من رقم غير معروف او رقم مسجل عندك، مو لازم تفتحها، خله، يعني واضح ان الرقم شبهه صحيح او نفس الرابط اللي وصلك شبهه، ففائده انك تفتح الرسائل. احيانا تجينا زي رسائل زي البودكاست، ترسلها لجروبات شيء زي كذا. اذا انت شخصيا ما انت متاكد من هو المرسل اتجاهلها. تجاهل، يعني مو لازم انك تفتح كل رابط وتوصلك عندك.
مظبوط. أستاذ منصور العجمي خبير تقني، شكرا لهذه المداخلة. العفو. أهلا.